مدربين خبراء أولمبيين أيضا اللاعب يعقوبوف في الزي الأزرق يتوجه نحو الحلبة. الحكم المخضرم ودخول نحن في ربع النهائي للجولة أو للسيشن 3 الجولة الثالثة ثالث يوم على التوالي لبطولة القارة الأسيوية. حكم اللقاء يعطي التعليمات في منتصف الحلقة وإشارة ببدء اللقاء بداية الجولة الأولى. ومرة أخرى اللاعب في الركن الأزرق من طاجكستان في وضعية الساوث بو ولاعب أوزبكستان في وضعية الأرثوذكس. تفوق جسدي لصالح الركن الأحمر لكن هذا ليس كل شيء. اللاعب القصير المهاري يكون خطيرا جدا الذي يجيد التحرك والهجوم ويؤدي المجموعات ويتمتع باللياقة الكبيرة والعالية. لكمات قوية من كلا اللاعبين وسيطرة على نصف الحلقة. ضربة 8 عدات إجبارية ويستكمل اللقاء. لكمات قوية ويعود الركن الأزرق بلكمتين قويتين ولكمة أخرى خطافية يسرى من اللاعب الأوزبكي. لاعب محدد جدا ويهدف وتنبيه من الحكم بعدم الصفع ببطن القفاز أو عدم ضرب بطن القفاز. اللاعب الأوزبكي محدد وواثق ويخرج الضربات فقط إلى أماكن التهديف وأخطأ هذه المرة. لكمات قوية من الركن الأزرق في هذا في هذه الثواني. دقيقة وثلاثون ثانية منذ عمر الجولة الأولى. بريك يأخذ اللاعبان خطوة ثم يستكملان اللقاء. مجموعة من اللكمات القوية لكمة يسرى قوية من الركن الأحمر وأفضلية للركن الأحمر حتى الآن مع روح قتالية من الركن الأزرق لاستدراك مجريات اللقاء. يمنع الالتفاف طيب إشارة باستكمال اللقاء. لكمات قوية مستقيمة لكمة خطافية يسرى من الركن الأزرق ولكمة صاعدة يسرى من الركن الأزرق نحو لاعب الركن الأحمر الأوزبكي. الحكم يعطي إشارة للأزرق بعدم المسك. لكمة مستقيمة قوية لكمات قوية من اللاعب الركن الأحمر. لكمة مستقيمة يمنى ويسرى ومجموعة من لكمات من كلا اللاعبين في منتصف اللقاء منتصف الحلقة. No holding إشارة من الحكم لمنع الإمساك كلا اللاعبين بالآخر. والميقاتي يشير إلى قرب انتهاء الجولة الأولى. لكمة قوية يسرى لكن الفك الحديدي الأوزبكي تلقاها بكل بساطة. يقرأ الجرس معلنا نهاية الجولة الأولى وبداية الاستراحة. من سيكون الفائز؟ قضية وقناة الاجتماعي. نحن هنا في دبي نشاهد المتعة والإثارة في البطولة الأسيوية لفئة الكبار الرجال والسيدات دلهي دبي 2021. البطولة التي كان يفترض به إقامتها في دلهي وتم استضافتها تماشيا مع قرارات الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعدم إيقاف الرياضة والنشاط الرياضي وبقرارات سديدة من قيادة الاتحاد الأسيوي بإدارة السيد أنس العتيبة والسادة أعضاء مجلس الإدارة. نشكر مجلس دبي الرياضي على إتاحة الفرصة لإقامة هذا النزال وهذا اللقاء الكبير على أرض دبي، كما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا العمل الضخم. يشارك اللاعبين الإماراتيين والمدربين الوطنيين الإماراتيين أيضا ينافسون بشكل قاري تنافسي. ونتمنى لهم التوفيق. لدينا لاعب إماراتي في هذا اليوم إن شاء الله اللاعب حسين الشمار بإذن الله سيكون له حظ في التتويج إن شاء الله في هذه البطولة. اللاعب حسين الكندري حسين الشمار. الحكم
سعيد يعطي إشارة بعدم المسك لكلا اللاعبين. هجوم كاسح من الركن الأزرق في هذه الثواني يمنع التعلق أو المسك للركن الأحمر، تنبيه بعدم النزول بالرأس للأسفل. أنت لاعب طويل، اعتمد فقط على المسافة الطويلة وتفادى الهجوم الكاسح من الركن الأزرق. 10 ثواني تقديرية للمسك قدرها حكم اللقاء، والأمر بالانفصال. ولكمة ولكمة مستقيمة يسرى ثم مستقيمة 1-2 لاعب الركن الأزرق. قد رد الجميل للاعب الركن الأحمر، ومن وجهة نظر الحكم أن الركن الأحمر أخذ لكمة تستحق وتستوجب العد. مع ابتسامة من الركن الأحمر الذي قدرة على التحمل ويظن أن ذلك لا يستوجب العد، ولكن السلامة أولا. يمكنك استكمال النزال بعد العد، بعد 8 عدات إجبارية لسلامة اللاعب. اللكمات تستمر، حذر وترقب. لكمة خطافية يسرى من الركن الأحمر، واشتباك مرة أخرى وإشارة من الحكم بالإيقاف المؤقت. إعطاء تنبيه للركن الأحمر عدم النزول، والركن الأزرق بعدم المسك. لكمات قوية في الدقيقة 22، وهناك خطأ عن طريق الدفع ولكن في كل اتجاه أو أكثر قليلا لمنع بساط. لكمات تعاود القوة وتعثر من الركن الأزرق، وعشر ثواني يعلنها الميقاتي على قرب انتهاء الجولة الثانية، وبدي فترة الاستراحة. نهاية الجولة الثانية، فاصلة بين نصف النهائيين. نرى معا. أثناء النزال انتهاء من الجولة الثالثة أيضا، حتى أن الحلقة تماما. مجموعة من اللقطات المختارة هنا يظهر فيها التعثر الركن الأزرق عن طريق الخطأ، وليس عن طريق لكمة صحيحة. سكنز أوت، المساعدان خارج الحلقة لكل زاوية يكون فيها مدرب ومساعدان، قد يكون أحدهم الكاتمان الذي يساعد في الاستشفاء أو التحكم في عمليات الإصابة لا قدر الله، لا سمح الله، إذا كان في إصابة أو إذا كان في جرح قطعي أو أي نزيف، ومساعد لمساعد المدرب في إعطاء الهواء والماء بين كل جولة في دقيقة راحة. نستكمل اللقاء في الجولة الثالثة بين أوزبكستان وطاجكستان، ويصعب تحديد الفائز كلما اقتربنا من النهائي أو من نصف النهائي، حيث تكون جودة اللاعبين أفضل والإمكانيات أكثر. حذر من الركن الأحمر، وتقدم وهجوم ولكمة خطافية يسرى، اتبعها مجموعة من لكمات من الركن الأزرق. اللاعب القصير والتفوق الجسماني لصالح الركن الأحمر. اللاعب الركن الأزرق في وضعية ساوث بو، لاعب أعصر، يكون التعامل مع اللاعب الأعصر غالبا بالدوران عكس اتجاه عقارب الساعة، وبالهجوم أولا باليد اليمنى، مجموعات باليد اليمنى، إما يمنى صاعدة أو يمنى كما يفعل اللاعب الأوزبكي، صاعدة يمنى أو خطافية يمنى أو مستقيمة يمنى أو خطافية وصاعدة، تراكيب من هذه الجمل، ولكن تبتدئ باليد اليمنى وليست الليد وليست اليد اليسرى. الدقيقة الأولى 38 ثانية حتى الآن في مجريات هذا اللقاء الذي يجمع بين أوزبكستان وطاجكستان، دولتان عريقتان في عالم الملاكمة. لكمة قوية مؤثرة تحمل ثقل الجسم من الركن الأزرق باليد اليسرى. مجموعة من اللكمات، الحكم يعطي تنبيه شفوي للركن الأزرق، ولكن نشارف على الدقيقة الأخيرة في عمر هذا النزال. قرر بالوقوف واستكمال اللقاء من الحكم،
نستكمل مع اللكمات القوية من الركن الأزرق. الحكم مرة أخرى يجمع اللاعبين إلى وسط طرف الحلقة، منتصف الحلقة، ولكمة يسرى قوية من اللاعب الأزرق، تتبعها لكمتين من الركن الأحمر. أخذ من الركن الأحمر العياء ما أخذ. 9 جولات من اللكم في كل جولة من 3 جولات. يبدو الإعياء واضحا. ونهاية الجولة الثالثة ونهاية اللقاء، من سيكون الفائز؟ هل تفوق اللاعب الركن الأزرق أم قراره؟ ونستمع للقرار القضاء بعد قليل. برغم الهجوم القوي